بحسب الإصدار الأخير لمؤشر سبيد تيست 2023، احتلت سوريا المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً بسرعة الإنترنت. وهذا الشيء نحن مو بحاجة لا لمؤشرات ولا لإحصائيات لحتى نسبته. ببساطة فيك تنزل على الشارع وتسأل أي حدا بيحمل 3G أو مركب إنترنت بالبيت ورح يشرح لك الوضع ويعطيك الإحصائية الدقيقة. فالإنترنت عنا سريع، فعلاً سريع، ولكن سريع بالانقطاع وسريع كمان بالاختفاء. يعني إذا بيتك أرضي انسى شيء اسمه تغطية وإنترنت. إذا ساكن بضيعة بيختفي الإنترنت مع غروب الشمس. إذا ماشي بالسيارة بين كل حارة وحارة النت بيروح وإيمت ما بده بيرجع. ولكن المثير للدهشة أنه وزارة الاتصالات عنا نفت هالإحصائية وقالت أنه نحن ما منعترف على إحصائيات غير إحصائياتنا، وبالعكس الإنترنت عنا سريع وعم نشتغل لحتى يصير كمان أسرع. بدورنا حبينا نتصل مع وزارة الاتصالات ونستفسر عن هالموضوع، ولكن للأسف الاتصال انقطع.